في قناة اليوتيوب. اليوم جئت لكم بفيديو جديد، واليوم سنتحدث عن أفضل 5 أغاني في عالم غامبل المدهش. قبل البدء أتمنى أن تشترك بالقناة ولا تنسى الضغط على اللايك وعلى بركة الله. نبدأ. الأغنية الأولى من داروين من حلقة الصراحة. أنا دوما هي ماذا تفعل؟ أنا دوما دوما أنت ولا عمري أمسكت لساني. أخيرا أتى اليوم لكي أفتح قلبي، كتمت أحاسيسي واليوم تكلمت. مع كل شيء في قلبي أطلقت كلماتي. شيء رائع سيقول وسيقول كلام بالعرض وكلام إلى أين يذهبون عند فتح نافورة الدموع؟ أنا أشعر بالإحراج. هل توقفت أرجوك؟ وما دخلك أنت؟ الجراثيم على مقابض الأبواب أكثر من مقاعد الحمامات. حقا، إذن لما لا نفتح الأبواب هكذا؟ لحظة أرجوك. داروين ماذا تفعل؟ أثبت وجهة نظري. ترى أستاذ براون، داروين يتعمد نشر الجراثيم والأمر يجرحني. شوف. أوه مصيبة، يدك ملطخة بالجراثيم. كيف؟ هنا. داروين واترسون ليس كعادته اليوم، وأشم رائحة جامبل في الموضوع. أنا فعلا بريء صدقني. بريء؟ إلا من بعض التحريض. ظهر الحق، أنت وهو إلى مكتب المشرف حالا. الثانية من الأسطورة كارتون نتورك القط الأزرق ومن حلقة المتعكر المزاج. انظر إلي أقف هنا أبتسم وأشعر بالهنا، رجلي عيني وأسناني كلني بخير لا شيء يهمني. الحياة فراغ، انظر الفرح في كل مكان. حياتنا فراغ، أبتسم الآن وفي كل زمان. حمام القوة يمنح الطاقة، انسى السترة حركتها فتاكة. عصير البرتقال ينعشني لكن بعد التنظيف يمرمرني. احب الزهور لكن النح مزعج يشعل انفي نارا. الفيديو جيمز تنسيني همي لكن بعد ساعة تؤلم ابهامي. الحياة تجربة، انظر حولك في كل مكان. الحياة تجربة، تحداها الان وفي كل زمان. اللعبة صعبة من المستوى الاول، وهذا هنا فقط مجرد مثل. الشمس على الشاشة، الانترنت بطيء، وطعم الثلج انا لا اطيق. الحنفية تسرب والباب يصرصر. من ارجوك لا تصور. لما الحياة صعبة، انظر حولك واستوعبها. لما الحياة صعبة، وهذه الاغنية لن تحلها. الأغنية الثالثة من ألطف الشخصيات السمكة الذهبية داروين، واسم الأغنية أنا في الطريق. أنا في الطريق، أنا في الطريق، أستطيع الحياة بلا ماء، لدي عائلة وأصدقاء. أنا في الطريق، أنا في الطريق، لو كنت أصغر ما في الكون لن أتوقف مهما يكون. أنا في الطريق، أنا في الطريق، يقول سأكل وأعود لجامبول. عبر الصحارى والوديان بين الوحوش سأمر، وسأصل لبيتي في المول. هذا الطريق، هذا الطريق بعيد ولا ينتهي، لكن سأصل إلى أخي نحو القمم. لن أبرد. الأغنية الرابعة من غامبل وداروين من حلقة الدرس. غشيت في الامتحان وتبخرت الأحلام، سجين في مدرستي أضعت حياتي. أنا
سلكت طريق الظلام ولبست زي الخصام، نسيت كل عاداتي وبعض حياتي. كنت أحب السلام ثم عرفت الانتقام، وجشت وسرقت وضعت حياتي. يظنون الحبس عقاب الجريمة، الاحتجاز قاسي أراني المآسي. أنا أعرف سيئاتي هذه الأغنية الأفضل بالنسبة لي، ويغنيها غامبل وداروين من حلقة الكبار الشعار، واسم الأغنية نعيشها قدر الإمكان. نعيشها قدر الإمكان، نعيشها مهما كان، نعيشها قدر الإمكان، نعيشها بروح الأطفال لنستمتع فيها. نتجول في الطرقات ونشغل في المولات، يقولون مجرمين وبالشرطة يتصلون، لكن نمشي كالعادة لأننا أطفال، ويقولون لنا يا دادا عادي يا أبطال. لا ألبس البدلات، لا جلد فيها، لا أنظر في المرآة وأبقى سيد الأزياء. أنت كارثة للموضة، من أين تشتري ثيابك؟ فعلا، لكن ولو ما عندي جواب أرد بالبكاء. نعيشها مهما كان، نعيشها قدر الإمكان، نعيشها بروح الأطفال لنستمتع. لو أكلت السكاكر أو أكلت الفروج، بنظر أمي شاطر وتدلعني عجعوج. أكل ما أحب والكالوريز آخر همي، لأنني صغير وهذا ما تريد أمي. ممتاز، لا أشغل بالي بالتسوس في أسناني، فهي أسنان لبنية وأسنان بنطق من ثاني. هدايا وألعاب لأنني حباب، ولو لم أحبها أحصل على غيرها. لا نفكر أبدا في ميزانية أو حساب، ونضع في السلة كل ما لذ وطاب، لأنك وأنت صغير لا تدرك الموضوع، ولا تفهم أن الحياة فيها ضحك ودموع. نعيشها مهما كان، نعيشها قدر الإمكان، نعيشها بروح الأطفال لنستمتع فيها الآن. أنا مرتاح، ليس لدينا وظيفة، يضيع الليل والصباح في أشياء ظريفة. لا نهتم إطلاقا بالخبرة والمهارات، انسى يا عمي ليس لدينا زمان، لدينا الكثير من أوقات الراحة. ما الوقت الآن؟ وقت الاستراحة. ماذا تفعلان هنا؟ نستمتع بوقت فراغنا بالعمل. لا يمكنكما البقاء هنا. لما؟ رؤيتنا نستمتع بطفولتنا تؤذي مشاعر الكبار. أبدا، لكن ستتأذين. يا عيون الماما، إن مرضت وأنت صغير ستنسى المدرسة وتبقى في السرير. نشاهد التلفزيون ممدد وكسلان، وإن سألك بابا أفعل وقل تعبان. هل أنت بخير؟ How deep is your love? How deep is your love? وصلنا إلى نهاية الفيديو، هذا ما كان لدينا اليوم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو كثيرا، وأتمنى أن تنزل تشترك بقناة لم تكن مشترك، تدعمنا باللايك وأحلى تعليق والنشر، وفي مقطع قادم إن شاء الله.